السعادة، مسي عليكم في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت، اللي فيه راح نستعرض معاكم أبرز الأحداث المحلية والعديد من التقارير واللقاءات على الهواء مباشرة. وأكيد نمسي بالخير بعد على زميلي فهد. يمسيش بالنور يا الجازي، مسي عليك ومسي أيضا على كل من يتابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت من القناة الأولى. يأتيكم هذا البرنامج من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 6 ولغاية الساعة 7 وعلى الهواء مباشرة. في البداية مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أرحب بإخواني وأخواتي من خلف الكاميرات، وهذه تحية أيضاً مماثلة إلى الزملاء في سيارة النقل، وتحية أيضاً لزميلتي الجازي. جازي، يمكن خلنا ندردش دردشة سريعة، أن اليوم دخلنا الاستديو لأن الجو ما شاء الله يعني مطرنا، ولله الحمد يعني في رزقنا في هذا المطر، يا ربي لك الحمد. أيوة، إن شاء الله أنه يكون مطر خير على الكويت يا رب. إن شاء الله أمطار خير وسعادة وتفاؤل في يعني هذا الموسم، إن شاء الله راح يكون تكون الكويت كلها خضرة بإذن الله. نبدأ التقرير الأول من عندك، راح يكون فهد بإذن الله. صحيح. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الجولة المحلية بزيارة إلى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الذي نظم ندوة بعنوان مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات. متابعة طيبة أتمناها لكم. نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ندوة بعنوان مكافحة جرائم وتقنية المعلومات قانون رقم 63 لسنة 2015، حيث قدم مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالنيابة العامة محمد الغملاص معلومات عن قانون رقم 63 لسنة 2015 وبعض الإحصاءات التي نظرت بها نيابة شؤون الإعلام والمعلومات منذ بدء تطبيق القانون، ودعا جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وزيادة الوعي فيما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع الإلكترونية. من جانبه، أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور بدر الراجحي أن دولة الكويت موقعة على اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، معتبرا أن هذا القانون أتى ليكمل التزام دولة الكويت في هذه الاتفاقية. وفي الختام قدمت أهم التوصيات المستخرجة من الندوة، ومنها تأهيل كوادر قضائية متخصصة في النظر للجرائم المعلوماتية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت، والحرص على ضرورة تدعيم وتنشيط تبادل المعلومات بين الأجهزة المنوط بها تنفيذ القانون. طبعا الهدف من الندوة أن توعية الناس، كذلك اطلاع الناس، نشوف التجارب اللي صارت بينه وبين النيابة والجهات المختلفة، وبنتكلم بشكل عام عن تجربتنا، وبنحط إن شاء الله التوصيات اللي عندنا إياها واللي إحنا سانينها اللي نحتاجها تكون تطبق مثلا أو تضاف إلى لوائح القوانين الموجودة. معكم في برنامج مساء الخير يا كويت، وننتقل إلى موضوع آخر ومكان مختلف، وهذه المرة إلى المركز العربي للبحوث الذي احتفل باختتام موسمه الثقافي التربوي 24. أما التفاصيل فستجدونها في هذا التقرير، نتابع. تحت عنوان الإعلام التربوي في خدمة تطوير التعليم، انطلقت الدورة 24 للموسم الثقافي التربوي للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس.
ويستهدف هذا الموسم تحديث المناهج التعليمية وتطوير أساليب بنائها وفق المعايير العلمية ورفع المستوى المهني للمعلمين عن طريق تحديد أسس اختيار الراغبين في الالتحاق بالمهنة. وهذا ما أكده معالي وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس. وأنه لما يميز هذا النشاط الثقافي التربوي السنوي للمركز أنه يؤكد علاقة المركز بمحيطه التربوي ويعزز مكانته بصفته مصدرا متميزا للبحث التربوي والتنمية المهنية في مجالات التعليم، ويطور خبرته في متابعة قضايا العصر المتصلة بميادين الفكر والتربية والثقافة والعلوم التي تنعكس بدورها على نظم التعليم ومؤسساته، كما تظهر ذلك نتائج الدراسات التي تصدرها مراكز البحث وتنشرها وسائل الإعلام. يحرص المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج على عقد موسمه الثقافي التربوي في كل عام، بما يمثل نشاطاً مستمراً في خطته السنوية وفي دورات برامج عمله المتعاقبة، حتى بلغ عددها حتى الآن 23 دورة تناولت عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتطوير التعليم والثقافة والتنمية والبيئة والتقنية، بحيث أصبح هذا الموسم الثقافي التربوي السنوي معلماً بارزاً في خطة عمل المركز السنوية. من خلال الفعالية قدمت الدكتورة هبة أحمد الخبيرة بالبنك الدولي والأستاذ أحمد بوبشيت الخبير التربوي بالمركز العربي للبحوث التربوية الجلسة الحوارية الأولى. رجعنا لكم من جديد ورح نبدأ وياكم اللقاء الأول في هذه الحلقة. رح يجمعنا بشباب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وحديث حول الحوت النافق الذي تم تحنيطه في مقر الهيئة بالعميرية. وبداية رح يكون ويانا الأستاذ حسين الصايغ مشرف مختبرات والأستاذ عبدالله سيد عمر باحث إحياء. مساكم الله بالخير وحياكم الله ويانا. أستاذ حسين، يا ريت في البداية تعطينا فكرة عن الحوت النافق هذا، ايش متى لقيته وشلون لقيته؟ الحوت النافق اللي احنا سميناها مينا انفقد في جون الكويت باخر شهر 9/2015. فكانت في المنطقه قاعد تتغذى، وبعد ما انفقد شرحناها وشفنا من داخلها كان قاعد تاكل ميد وربيان. فانفقد من سبه ضربه مع باخره. مبين عليها لما أثرنا عليها أن كان في صدمات على ظهرها، وهذا اللي كسرها للأسف يعني. فانفقد. أفهم من كذي أنها هي أنثى. أنثى نعم. زين، يعني عملية التحنيط هذه إيش كثر أخذت منكم أستاذ عبد الله؟ يعني بداية يعني ودنا نتكلم شوية عن البروسيس مالها والوقت اللي تستغرقه هذه العملية. هي من سنة 2015 إلى الآن، يعني طبعاً ما أنا من أكثر من مرحلة. أول شيء شلناها من مينا الشويخ لمن المختبرات، هذه بوحها العملية صارت تقريبا يوم كامل. وبعدين خزناها، طبعاً نظفناها من جميع اللحم والشحم وهذيل، يعني جميع المكونات اللي تعتبر رطبة بالجسم. أي هذه عملية تنظيف، هذه شغلة واحدة. العملية الثانية هي عملية تحليل الدهون اللي فيها، نخليها نظيفة وناشفة كثر ما نقدر. وهذه العملية استغرقت وقت طويل صراحة، يعني أول شيء ننظفها. أنت قلت بعدين. أنت قلت 2015 إذا أنا مو غلطانة. أي يعني هي أخذت سنتين. أي تقدرين تقولين تقريبا. واو. أي زين، وبعدها بعد ما بديتوا تجففون الدهون أو الزيوت اللي موجودة. أيها تقريبا إحنا طلعناها بالشتاء اشتغلنا عليها، وبعدين بالصيف خلناها تنشف تحت الشمس.
أي وعملية التجفيف هذه خذت تقريبا أتوقع أكثر الوقت صحيح؟ هي أكثر الوقت بالأشياء تقريبا وبعدين خزناها لما رتبنا عملية الديسبلاي اللي هي عملية العرض. أي طبعا احنا جاوبناها أول شيء عندنا بالمختبرات علقناها يعني شفنا كيفية يعني شلون نحط العظام ويا بعض كانت ناجحة الحمد لله وبعدها ودناها لمبنى الهيايسي اللي هو بالرابية. انزين بالغالب استاذ حسين شنو المواد اللي تستخدم في عملية التحنيط نفسها؟ هذه اللي استزرقت من تقريبا 9 أشهر من البحوث في انواع البروتوكولات المنشورة عالميا على تحنيط الحيطان واستعملناهم كمنشورة بس سبحان الله اكتشفنا ان بيئة الكويت مميزة بحيث ان البروتوكول هذا اللي مذكور مثلا باليابان وكاليفورنيا ما ينفع فبالنهاية جربنا اكثر من نوع ومع التجارب اللي عندنا احنا سوينا بروتوكول جديد لتخليص الدهون والشغلات هذه من العظام بحيث انها تكون جاهزة للمكان. يعني استاذ حسين اللي فهمته من كلامك ان كل بيئة لها اسلوب تحنيط مختلف صحيح؟ نعم وهذا حتى احنا استغربنا منه ان عموما الاشياء العلمية المنشورة تقدر تستعملها باي مكان البروتوكول يكون جاهز. وشلون توصلتوا حق البروتوكول المناسب حق بيئتنا احنا كبيئة كويتية؟ اي والله هذا اللي خذ منا فترة من التجارب يعني جربنا وايد شغلات وبالنهايه قلنا اوكي خلينا نجرب بروتوكول ينفع عقب ما درسنا البيئه وشنو تاثيرها مثلا الجفاف تاثيره والحراره تاثيره على العظام هني بدينا نجرب مواد ونخلط مواد مع بعض والحمد لله حصلنا نتيجه يعني علشان كذي سنتين خذ الموضوع سنتين منها اشهر تجفيف ويعني تجهيز شو يسمونها جثه صحيح العظم او العظم او الجثه حق التحنيط وبعدين اخذت وقت عشان تدرسون المواد اللي راح تناسب البيئه الكويتيه زين يعني بشكل بسيط او مبسط نبي نعرف شويه عن المواد هذه استاذ عبد الله لو يعني تقول لنا عنها. اي والله احنا جاوبنا وايد مواد يعني شفنا كل البروتوكولات المذكوره يعني منها التجفيف بالكحول منها حطب الشمس منها دفن العظام ما اشتغل ولا شيء. اي فيعني تأكدتوا بالنهاية من أو مجموعة مواد معينة وعرفتوا أن هي هذه هي اللي مناسبة. إنزين متى جهز هذا الحوت حق عملية العرض؟ متى صار جاهز؟ إحنا هو العملية عقب ما خلصنا تنظيف كل شيء تقريبا كان شهر 3 أو 4 هالسنة. بعدين بدينا عملية تصليح العظام كان فيها الكسرات اللي من سبة تصادم السفينة استزرقت منه تقريبا 2-3 أشهر فكانت جاهزة تقريبا في حزة رمضان 7 هالسنة وعلى ما جهزنا المكان في الرابية فانقلناها الأسبوع اللي طاف الخميس اللي طاف بالليل ومن الخميس جمعة وسبت ما شاء الله عليهم الشباب احنا ثلاثة قدرنا لله الحمد نركبها فهي الحين جاهزة من أمس. ومتى ان شاء الله راح ينعرض؟ انعرضت من امس ما شاء الله وبداوا الناس يعني يشوفونها ويتعرفون اعطيتوها اسم مينا على مينا تشويخ اي حلو وايد اسم مرتبط بالمناسبه زين احنا راح نستكمل حديثنا وياكم ولكن فاصل قصير مشاهدينا وراجعين لكم. كل يوم نطمح للأفضل عشان طعامنا يصير أحب على قلبك أكثر. سمكنا الشهي الحين نحرص على صيده بطريقة أفضل للجميع وأولهم البيئة. المايونيز اللي عندنا فقد نصف سعراته بس وين راحت؟ طارت. وجباتنا نحضرها الحين بمزيجنا الجديد من زيت دوار الشمس والكانولا بدهون مشبعة أخف 80% والطعم الرهيب هو
وهذه مجرد بداية، لأن السعي للأفضل عندنا رحلة مستمرة عشان نقدم لك الأفضل دائماً. نجود بالأفضل كل يوم. رجعنا لكم من جديد ولازلنا مستمرين وياكم في برنامج مساء الخير يا كويت، وتحديدا يعني قاعدين نتعلم او نعرف عن مينا الحوت النافق اللي نفق من سنتين وتم تحنيطه وعرضه في العمارية من قبل الهيئة العامة للثروة السمكية والزراعة. وانضم لنا الأستاذ حامد حسين باحث إحياء عشان نستكمل الحديث عن هذا الموضوع. ودنا نعرف دور الهيئة في منك أخوي حامد، دور الهيئة في يعني العمل على مثل هذه الأمور، عملية التحنيط بالذات. أول شيء مهندس فيصل الحساوي رئيس الهيئة ونائب المدير العام مهندس فيصل مهندس علي الفارسي ما قصروا معانا، بالعكس دعمونا يوم شافوا إن إحنا نبي نشتغل على الموضوع هذا. حاولوا كثر ما يقدرون إنهم يعطونا كل شيء هم يقدرون عليه بحيث ان احنا نطلع البروجكت ونطلع الحوت بما هو عليه الحين موجود بالرابيه. والحمد لله هم الاستاذ حسين صايغ ما قصر، علمنا اشياء احنا كنا يعني ما كنا نعرفها وتعلمنا وايد اشياء من خلال المشروع هذا. يعني صحيح، يعني انا اتوقع هي كتجربه استاذ حسين اللي عرفناه ان هذه ما هي التجربه الاولى للكويت وللهيئه بالذات لعمليه التحنيط، فيريد تكلمنا عن التجارب السابقه شويه. اوكي، احنا لما بحثنا عن الموضوع كان في حيتان نافقه وايد ناس اتوقع يذكرونهم بالسبعينات والثمانينات في الكويت، منهم الحوت الازرق اللي في المتحف العلمي. اي صحيح. فلما بحثنا قلنا خلينا نبلش مع البروتوكول اللي استعملوه، ولاحظنا ان الحيتان هذه كانت مجهزينها خارج الكويت لما بعد ما انفقد. فجربنا، واول حوت اشتغلنا عليه احنا شخصيا كان حوت اللي سميناها عسل، اللي موجودة حاليا. مين عرفنا ليش مينا؟ عسل ليش؟ صغيرة شوية يعني. كانت نافقة في قريب عن جزيرة جارو. هم تقريبا شهر قبل لا تنفق مينا. فالمهم. ليش تعتقد الأوقات المتقاربة هذه؟ عموما هالحيتان النوع هذا بالذات الفصيلة البرايديز بلينوبتريدي. هما عادة يون بود يسمونها، هما يون يدخلون مع بعض كـ شو يسمونه فوج أو نعم نفس الفيل. أيوه نفس الفيل يعني يكونوا مع بعض، فأتوقع هما كانوا داخلين مع بعض في نفس الفترة. فللأسف عسل اللي انفقت هناك ما قدرنا نعثر على سبب النفوق مالها. بس جربنا عليها، هي كانت في حالتها جدا سيئة لما وصلت لنا، يعني كانت متحللة بالبحر فاستعملناها كتجربة. اي زين حامد، يا ريت تقول لنا شلون تعلمتوا او تدربتوا على عملية التحنيط هذه؟ يعني هل اخذتوا كلاسز؟ هل الاستاذ حسين كان قايم بالدور بروحه او شنو كان يعني الطريقة والاجواء؟ شغلنا احنا الثلاثة كان تيم ورك، يعني ما كان الثقل على شخص واحد فقط. فمثلا الاستاذ حسين كان يقرا البروتوكولات يشرح لنا، احنا من دورنا نشوف التجارب هذه شلون ممكن ان نعملها. بعد ما طلعنا الخطة السرية احنا نسميها حق البروتوكول هذا اللي احنا طلعناه، طبقنا الحمد لله نجح. بعدها جت المرحله الثانيه، مرحله ترميم العظام، شلون ان احنا ممكن ان نقربها حق الشكل الاصلي حقها. هذه كانت يعني خذت منا مجهود وايد كبير يعني، والحمد لله الله وفقنا وقدرنا عليها يعني. اي يعني انا اتوقع يعني مثل هذه الاشياء عمليه التحنيط نفسها يعني عندنا بالكويت احنا كبيئه ما تحصل وايد، فحلو ان انتم اهتميتوا بهذا الموضوع وقررتوا ان انتم تسوون شيء بهذا الخصوص.
فيعني فعلا سعيدين ان احنا يعني نشوف هذا يعني هذه المينا، وان شاء الله نتمنى ان يعني تكون اعمالكم في التحنيط، او يعني هذا اعتبره نوع من التوثيق حتى حق المخلوقات الحيه اللي موجوده في بحرنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لحضوركم ويانا. شكرا ما قصرون. السلام عليكم. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم. ضمن فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي، توج شباب الكويت بثلاث جوائز في مسابقات الشعر العربي الفصيح والفن التشكيلي والقصة القصيرة، وذلك خلال الملتقى الثقافي للشباب العربي، والذي اختتم فعاليته بحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبد الرحمن المطيري. هذا ويسعى هذا التجمع الثقافي العربي إلى إبراز المواهب الفنية واستكمال مسيرة الإبداع التي بدأها رواد الثقافة والفنون العرب، ممن قدم بصمة واضحة وأثر الثقافة سواء في الكويت أو الوطن العربي. الملتقى الثقافي للشباب العربي ساحة إبداع ومنصة التقاء لرواد الثقافة والفنون من الشباب العربي هنا في الكويت، منارة العلوم والثقافة. الحفل الكريم، بالأمس القريب بدأت فعاليات الملتقى الثقافي للشباب العربي تزامنا مع معرض الكويت الدولي بدورته 42، فكان ساحة التقاء فنية قصصية شعرية تصور قدرات ومهارات الشباب العربي. واليوم نلتقي بكم. في البداية تم تكريم الفائزين من الشباب بثلاث جوائز، ومن بعدها شهد الحفل تكريم ضيف شرف الملتقى الرائدة المجتمعية الشاعرة والأديبة الشيخة الدكتورة سعاد الصباح، ورائد القصة القصيرة الأديب الروائي الفنان إسماعيل فهد إسماعيل، والفنان التشكيلي ورئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبد الرسول سلمان. يطيب لي في هذا المقام أن أرحب بكم على طريقة زملاء السلاح. طبتم وطاب مسعاكم، فالسلاح الذي تحملونه أخطر من البندقية وأقوى من المدفع وأسرع من الصاروخ. سلاحكم الكلمة، فإذا كانت الرصاصة تستطيع أن تقتل فإنها لا يمكن أن تحيي نفساً، أما الكلمة فكم قتلت من إنسان وكم أحيت من نفس بعد موات. كم من أرض أزهرت بسبب كلمة، وكم من طالب علم تفوق بفعل كلمة، وكم من حزين بائس عادت إليه آماله نتيجة كلمة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ومع محطتنا الحوارية الثانية طبعا في هذه الحلقة والتي نخصصها حول الثقافة والمؤلفات والأمسيات الشعرية والأدبية، ولقاء طبعا يجمعنا بالأستاذ طلال الرميضي الأمين العام لرابطة الأدباء الكويتية. حياك الله أستاذ طلال، وأنا سعيد بوجودي معك. طويلة أنا كذلك صراحة أشكركم على الدعوة الكريمة، وبارك الله فيكم على جهودكم اللي قاعد تقدمونه من إعلام راقي وجميل مثل الكويت.
واجبنا هذا يطول بعمرك. في البداية يا ريت نتكلم عن رابطة الأدباء في نشر خلينا نقول الثقافة الأدبية والفكرية في المجتمع يطول بعمرك. احنا بطبيعة الحال يمكن اخواننا المشاهدين يدرون ان رابطة الأدباء تعتبر من اقدم جمعيات النفع العام بالكويت ومنطقة الخليج العربي. تأسست في عام 1964 وتقدم الكثير من الفعاليات بشكل اسبوعي ودوري من محاضرات وندوات وامسيات شعرية، وكذلك لديها ايضا اهتمام في الشباب من خلال من قدمه في عندنا منتدى المبدعين الجدد، وايضا عندنا بالنشر عندنا مجلة شهرية مجلة البيان تقدم فيها الانتاج الكويتي. والحقيقة يمكن رابطة الأدباء تعتبر من انشط الجمعيات النفع العام من خلال تقديم ما يمثل الثقافة الكويتية. بالضبط. نعم بالضبط. طيب استاذ طلال، يعني الان في عندنا معرض الكتاب. صحيح. نعم. نتكلم على مشاركتكم في أرض المعرض، المعرض الكتاب، يعني هناك مشاركة طيبة من رابطة الأدباء. خلنا نتكلم ونقول خلنا نعرف قيمة المشاركة هذه على الصعيد المحلي. لا شك أن معرض الكتاب 42 يعني هو يعتبر تظاهرة ثقافية كبيرة نعتز فيها بالكويت. بالضبط. وينظم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، وهناك يعني نشاط كبير ملحوظ خلال فترة العشرة أيام اللي مش فترة المعرض الكتاب. ورابط الأدباء بطبيعة الحال لديها مشاركة جميلة ومتميزة، ولدينا جناح حقيقة يمثل الكثير من المطبوعات لأدباء كويتين سواء كانوا كبار أو شباب من مختلف الأجيال ومن مختلف الفنون، سواء بالقصة القصيرة، بالرواية، بالشعر الفصيح، بالدراسات الأدبية، بالمسرح. وهذه المطبوعات تمثل ايضا يعني واجهه للثقافه الكويتيه. صحيح. وعاده احنا في رابطه الأدباء ايضا لدينا مطبوعات خاصه تصدرها رابطه الأدباء الكويتيين تمثل الحركه الثقافيه، اعلام الثقافه والفكر والادب بالكويت. هذه المطبوعات احنا يعني عاده ايضا نقدم في معرض الكتاب باسعار رمزيه او زهيده، يعني بسيطه لاخواننا الزوار دعم منا لنشر القراءه والثقافه ولتعريف الحركه الثقافيه بالكويت. وبطبيعه الحال جناح رابطه الأدباء يعني يضم الكثير من المطبوعات القديمه وكذلك الجديده، والمطبوعات الجديده لدينا يوم باليوم حفلين توقيعين ما شاء الله كتب جديده يوم كل يوم عندنا الساعه 6 حفل توقيع والساعه 7 ايضا حفل توقيع على فترتين على فترتين. حلو. والكثير حقيقه من الأدباء يعني من الشباب من جيل الوسط ايضا من جيل الرواد الكبار شاركوا معنا عبر مطبوعاتهم الجديده. وحقيقة يمكن رابطة الأدباء يعني لديها يعني رواد حقيقة من داخل الكويت وخارج الكويت، لأن ما تقدم الرابطة تقدم الأدب الرفيع، الأدب الجميل، الأدب يعني المدروس بشكل جميل واللي نحن نعتز فيه تمثيله بتمثيل الأدب الكويتي. لو نتكلم نقول يعني خلينا نركز على معرض الكتاب، أسماء خلينا نقول لامعة في خلينا نقول المكان اللي انتم فيه في معرض. نعم. الكتاب كتب هناك اسماء لامعه يعني. نعم. لن ينساها التاريخ. اكيد اكيد. نعم. بطبيعه الحال احنا يمكن ما شاء الله من خلال اسماء الرواد القدامى لدينا فهد العسكر، صقر الشبيب، احمد العدواني، عبد الله عتيبي، احمد السقاف، عبد الله زكريا الانصاري، اسماء جميله قدمت وخدمت الثقافه الكويتيه. صحيح. ايضا ما شاء الله لدينا اسماء جميله مستمره معانا وتوجهنا ويعني تنقل لنا خبراتها وتجربتها الرائده. اسماء جميله حقيقه نعتز في رابطه الأدباء ومطبوعاتها موجوده في رابطه الأدباء، من ضمنهم الدكتور خليفه لقيان الشاعر الكبير، ايضا الكاتب والناقد والاديب الكبير سليمان الشطي، والمؤرخ المتميز الدكتور عادل عبد المغني، والقاص والروائي سليمان الخليفي، والشاعر الكبير الله يطول بعمره علي السبتي، والأديبة الكبير ليلى محمد صالح، والأديبة أيضا ليلى العثمان. يعني أسامي ما شاء الله كبيرة قدمت نعتز فيها. وأيضا هناك الكثير صراحة من الأسماء معانا في يمكن خلال العجالة يمكن نسيت منهم الأستاذ خالد سالم الأنصاري مؤرخ جزيرة فيليتشا، يعني حقيقة قدمت الكثير بالمكتبة العربية، ما نقول المكتبة الكويتية، المكتبة العربية، ومطبوعات حقيقة يعني الواحد ما يمل منهم. بالضبط. لنا إضافة وعمل يعني متقن في الجودة. صحيح. وإحنا حقيقة يمكن إخواننا الزوار المعرض نتمنى أن يمكن هذا السؤال اللي يشدني أني بالفعل أعرفه، ويمكن الجمهور أيضا وده يعرف شلون الإقبال على والله الإقبال جميل جدا. يعني ما شاء الله السنة هذه الكل ما شاء الله يعني مرتاح وحضور مميز ومن كافة أطياف المجتمع ومن كافة الأعمار. يمكن قبل
يكون الغلب اللي يجي للشباب، ولكن الحين ما شاء الله قاعد نشوف كافة أطياف المجتمع، كافة الأعمار، لأن الثقافة للجميع بالضبط، والكتاب هو خير صديق. صحيح. فبالتالي هي فترة 10 أيام تتعرف على ما يقارب 480 دار نشر عربية ومحلية وأوروبية وعالمية. الله. فشيء جميل أنك تتعرف على هذه الدور، والمطبوعات هذه يمكن ما راح تتوفر لك إلا خلال معرض الكتاب الكويت الدولي. بالضبط. فبالتالي إحنا نقول حق أخوانا المشاهدين يعني استغل الفترة هذه بالضبط، وزور معرض الكتاب بمشرف، وتعرف على الجديد من المطبوعات وحتى القديم من المطبوعات، وأيضا تعرف على الأدباء والكتاب والسياسيين والقانونيين. بالأخير هي ثقافة يعني الإنسان. نعم. لابد أن يكون عند هذه الثقافة. إحنا ما نقول حق الإخوان تعال اقرأ كتاب مثلا علمي. صح. ولا أدبي، لا، أنت أخذ كتاب اللي تشوفه مناسب لك. صح. إذا أنت تحب الرياضة في كتب رياضية. ممتاز. إذا أنت تحب الرسم في كتب خاصة بالفن. الله. إذا تحب المسرح شامل. ممتاز. فأنت لا تقيد نفسك بمجال، شوف نفسك وين تلقاها واشتر الكتاب وتأكد أن الكتاب مو خسارة. كلام جميل، يطول بعمرك أستاذ طلال. لو نتكلم عن الملتقى الثقافي للشباب العربي. حقيقة ملتقى جميل جدا، والهيئة العامة للشباب والأستاذ عبد الرحمن المطيري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب بذلوا جهد كبير جدا في إقامة هذه المسابقة التي تمثل العرب، وشارك فيها ما شاء الله الكثير من الدول العربية ومن فنانين، لأن هي على 3 فئات، فئة الفن التشكيلي وفن والشعر الفصيح والقصة القصيرة. الجميل في هذه المسابقة أنها يعني كانت ناجحة، وحضور ملفت وفعاليات كانت مصاحبة لها جميلة. يعني يمكن أذكر لك اليوم الأول كانت عندنا ندوة اسمها أقلام كويتية، شارك فيها الروائي الكويتي المبدع عبد الوهاب السيد الرفاعي، والكاتبة الكويتية مريم الموسي، وأنا أدرت هذه الجلسة. فتعرفوا أخواننا الزوار الأدباء العرب على جانب من الأدب الكويتي وثقافته. وأيضا النقطة المهمة في هذا الحفل أنه كان يوم الجمعة اللي طافت وفي مركز الشيخ جابر الثقافي، هذا الصرح الثقافي الذي نعتز فيه، أن من كل فئة من فئات المسابقة كان فايز كويتي. يعني فئة الشعر الشاعر عبد الله الفيليتشاي كان ماخذ المركز الأول. ما شاء الله. فن التشكيلي عندنا الفنان الكويتي عمر الضفيري الشاب فاز. أيضا عندنا في فئة القصة القصيرة كانت معانا الكاتبة الشابة غالية المانع فازت المركز الثاني. وجود الكويت وتنافسهم مع زملائهم الشباب العرب، يعني أنت مثل ما تفضلت أسماء كثيرة، ما قطع كلامك إلا بالخير، أسماء كثيرة وأسماء لامعة مثل ما تكلمنا، وطبعا التاريخ يعني ما ينساهم. صح. بالضبط. نتمنى لكم طبعا كل التوفيق ان شاء الله، والنجاح والتقدم ان شاء الله فيه باذن الله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام متواصلين معاكم في برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن بعد هذا الفاصل. المطافي تفضل. العمليات حادث منتهي وعموم الآليات في المركز. أكرر، الحادث منتهي وعموم الآليات في المركز. استلمت الإشارة، قواكم الله شباب ويعطيكم العافية.
مساكم الله بالخير مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى فقرة الإدارة العامة للإطفاء الأسبوعية. أرحب في الرائد مشاري جابر الفرس، رئيس قسم الخطر المعلومات في إدارة العمليات المركزية بالإدارة العامة للإطفاء. حياك الله معنا الرائد مشاري. الله يحييك الرائد مشاري. قبل لا نبدأ موضوعنا خلنا نشوف هذا التقرير ونرجع إن شاء الله نتواصل مع طبعا مشاهدينا. جميع الرائد مشاري، شفنا هذا التقرير الخاص باستعدادات الإدارة العامة للإطفاء لموسم الأمطار. ودنا نبدأ معاك في هذا الموضوع، وعطنا يعني الاستعدادات اللي طبعا اتخذتها الإدارة العامة للإطفاء لمواجهة موسم الأمطار. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفيديو اللي نعرض قبل شوي عبارة عن زيارة تفقدية لسعد الفريق خالد المكراد مدير عام إدارة العامة للإطفاء لمركز الإسناد للتأكد من جاهزية جميع الإمكانيات الخاصة في موسم الأمطار اللي احنا يعني نحضر له في كل سنة. نعم ممتاز، يعني فعلا ما شاء الله شفنا تجهيزات من الآليات من المعدات، هذه كلها تستخدم اعتقد لعمليات الإنقاذ وايضا يعني لأي طارئ. ايضا اليوم ما شاء الله يعني منذ الصباح الباكر كان في هناك امطار متفرقه في عده مناطق بالبلاد. ودنا تكلمنا عن البلاغات اللي اليوم تلقيتوها، هل كان في يعني هناك حوادث او شيء عن جراء الامطار؟ والله الحمد احنا اليوم ما تلقينا اي بلاغ يخص في انحشار او اي حدث طارئ في او خلال فتره الامطار اللي نزلت اليوم. نعم. كميه الامطار كانت كميه قليله، يعني محطات الرصد حسب المعلومات اللي زودونا فيها زملائنا في إدارة الأرصاد الجوية ما تعدت 2 مليمتر تقريبا. نعم. متوقع الساعة 12 أو من منتصف الليل أن يكون في هطول أمطار تقريبا من 5 إلى 10 مليمتر. نعم. طيب الرائد مشاري، يعني احنا ودنا ايضا مثل ما الادارات او الجهات الحكوميه قاعده تستعد للامطار، ودنا ايضا نوجه اليوم يعني بعض يعني التوجيهات للمواطنين والمقيمين حتى يكون عندهم ايضا استعداد في منازلهم. نعم. طبعا الحمد لله احنا دوله الكويت ما عندنا مرتفعات جبال سيول او اوديه اللي ممكن انها تشكل خطوره. نعم. ولكن اذا كان في خلل راح يكون في خلل تكنولوجي لتجمعات من مياه الامطار اللي ممكن تسكر في بعض الطرق. نعم. لان معظم البيوت اللي موجوده او المناطق حضريه ما عندنا ارياف، اذا صار لا سمح الله اي تجمع في كميات المطر من الممكن ان يكون لنا دور في هذا الشان. نعم. انا اقصد عفوا المقاطعه بالمنزل، شلون الواحد يقدر يستعد لاستقبال موسم الامطار؟ نعم. اما بالنسبه حق الاستعداد طبعا احنا نحرص على تسليك مجاري او تصريف الماء، نسوي لها صيانه دوريه قبل دخول موسم الامطار، مثل ما احنا نجهز حق موسم الامطار لخدمه الناس. حلو. اثناء حالات الطوارئ مسالك تصريف المياه، اغلاق مصادر التزويد بالكهرباء او حمايتها عفوا. يعني في فعلا
في فعلا يعني ضرر عند ملامسة الماء للكهرباء، وهذا طبعا اعتقد صارت في الأعوام الماضية بعض الحوادث، صح؟ نعم بالضبط، ان يكون تكون مصادر الكهرباء معرضة للماء فأكيد راح يؤدي الى خلل. فغالبا يعني الأضرار صارت تكون بالسراديب، بهذا السبب عدم وجود صيانة لتصريف الماء او أنظمة تصريف الماء الخاصة في المنزل او المبنى. اما بالنسبة حق طبعا الطرق، اكيد في هناك نشرات جوية تحذر السكان اذا كان في يعني هطول امطار متوقعة بكميات كبيرة، من الممكن ان نخفف الطلعة او خروج الغير ضروري من المنزل. هذا إذا كان موجود في المنزل. طيب إذا كان في مناطق البرية، الأشخاص الموجودين الآن تعرف هذه فترة الخيامات. إحنا ما ودنا نخرب على الناس ونخرعهم. لا إحنا بس مجرد يعني أخذ الحيطة والحذر في الحالات اللي تكون فيها أمطار غزيرة. نفس الشيء بالنسبة حق المناطق البرية، يعني نتمنى أن الناس يأخذون المناطق اللي تكون شوي مرتفعة، ما يكون في الحفر أو مناطق تجمع المياه. متابعة الأخبار الجوية أول بأول لمعرفة التحولات والتغلبات الجوية وكمية الأمطار المتوقعة، وإذا كان في طبعا معلومات تحذيرية عن هطول كميات كبيرة في الماء خصوصا حق اللي متواجدين في البر، يعني يفضل أنهم يبتعدون عن المناطق البرية لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم. نعم. طيب شنو توجه رسالة إلى يعني الإخوان قائد المركبات في حال هطول أمطار الغزيرة؟ البعض يشغل فلاشرات التوقف. إحنا ما ودنا طبعا بهالفترة إذا كان في تحذيرات تخص الأمطار الجوية، إذا كانت السيارات في الطرق، يعني يفضل إنه ما يستخدم الفلاشر إلا إذا وقفت السيارة 100%. وإذا ويفضل إنه يوقف على كتف الطريق أساس لا يعيق حركة الطوارئ أو حركة رجال الإطفاء أو سيارات الطوارئ الثانية. نعم، كل الشكر لك الرائد مشاري جابر الفرس، رئيس قسم الخطط والمعلومات في إدارة العمليات المركزية بالإدارة العامة للإطفاء، ويعني إن شاء الله نلتقي معك في لقاء آخر. مشاهدين أيضا نشكركم على متابعتكم لفقرة الإدارة العامة للإطفاء، والآن فاصل ومن ثم يعودون زملائي لاستكمال باقي فقرات البرنامج. عمليات المطاف تفضل. أنا معاكم أكيد للنهاية، ولكن نتمنى أن نعود ونلقاكم غدا في نفس الموعد إن شاء الله. أما الآن نقول مع السلامة.